هؤلاء المكفوفين يجاهدون من أجل شق طريقهم في التعليم والدراسة عبر طريقة برايل. إذا تحدثت مع أحدهم ستكتشف طاقة أمل وحب تتسع لها السماء. أكثر من 30 مليون عربي هم من المعاقين بصرياً، يسعى كل منهم في تحقيق ذاته، ولكن في بعض الأحيان فإن الإهمال والإقصاء المجتمعي يعصف بأحلامهم. لا يمكن أن ينكر أحد أن المشهد مختلف في 2023 عن رواية الأيام لطه حسين. فالمكفوفين في عالمنا العربي في اليوم العالمي للغة برايل اقتحموا الكثير من المجالات وأصبحوا جزءاً فاعلاً في مجتمعاتنا العربية، ولكن هذا لا ينفي استمرار الكثير من الصعوبات. فمن لا يخفي رأسه في الرمل يعرف أن المكفوفين ما زالوا يعانون من أجل التوظيف الحكومي في العديد من البلدان العربية، على الرغم من ترسانة القوانين التي تحدد نسباً لأصحاب الهمم وانتشار الجمعيات لدعم وإدماج المكفوفين في أغلب البلدان العربية. يواجه المكفوفون تحديات في استخدام برايل باللغة العربية لنقص الكتب والموارد التعليمية لنظام برايل بالعربي، ومشكلات برمجيات القراءة والكتابة بطريقة برايل بالعربي. العلم والتطور التكنولوجي فتح أبواباً كثيرة كانت مغلقة أمام المكفوفين في السابق، من أبرزها اختراع العصا البيضاء الذي يسهل الحركة بجانب التطبيقات التكنولوجية الجديدة على الأجهزة الإلكترونية المخصصة للمكفوفين. هكذا يسير هذا الكفيف بعصاه البيضاء نحو مستقبله، مستعيناً بقدراته الفائقة وطاقة الأمل التي لا تنضب بجانب التكنولوجيا التي فتحت أبواب أحلام أكبر.